الباب السابع ومئتان. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. ترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل.